السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، كما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون. قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم وروي عن حديث الفتون، أشار إليه الإمام الكثير في مواضع متعددة وأحال على موضعه مطولا في سورة طه، والحديث فيه كلام لأهل العلم مضعف عند كثير منهم. نعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: وظللنا عليكم الغمام، كان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس. وقال ابن جرير، وقال ابن جريج، وقال آخرون: وهو غمام. قال ابن جرير، قال آخرون. لا، ابن جرير ما يمكن يقول قال ابن جريج قال آخرون، ما يمكن. شو يمكن يقول ابن جريج قال آخرون؟ مستحيل. بالنسبة لابن أبي حاتم في التفسير ثمانية، ابن جريج ينقل عن غيره؟ ما مستحيل. لو ابن جريج من غير نقل ممكن. إن ابن جريج بعده قال آخرون. لا، لا، لو قال ابن جريج هو غمام أبرد من هذا وأطيب ماشي، أما قال ابن جريج قال آخرون ما يستقيم الكلام. الذي ينقل الأقوال ابن جرير لا ابن جريج. نعم. طبعة المعك شو يقول؟ جريج؟ قال ابن جرير. لا، خلاص انت مصحح ابن جريج. قال الصواب؟ قال في طبعة كذا جريج. لا ما ينفع. نعم. وقال ابن جرير وقال آخرون. قال ابن جرير قال آخرون، أول قال آخرون ماشي، باعتبار أنه ذكر قول أول ثم عطف عليه قول الآخرين. نعم. وهو غمام أبرد من هذا وأطيب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وظللنا عليكم الغمام، قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى ابن إبراهيم عن أبي حذيفة، وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكأنه يريد والله أعلم أنه ليس
من زي هذا السحاب، بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا، كما قال سنيد في تفسيره، كما قال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله. ما في إشكال، ابن جرير يبهم ثم يفصل هذا القول ثم يذكر من قال به كما هي عادته، وقيل كذا ذكر من قال بذلك ثم يذكر الآثار، هذه طريقة ابن جرير. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فهي نعمة ومنة من الله جل وعلا على بني إسرائيل حينما احتاجوا إلى الظل، لأنهم في التيه لا شيء يقيهم من حر الشمس، ف ظلل عليهم بالغمام، سواء كان الغمام المذكور من السحاب الذي يغطي السماء ويغطي الشمس، أو كان الغمام الذي ينزل الله فيه يوم القيامة. نعم نعم. من زي فصيحة يا شيخ. زي نعم. ها وش فيها؟ ما هو معنى ما ذكر. نعم تسع ثم زيد عليها، هي أكثر من تسع في الحقيقة. نعم سيد قوم فرعون. ها في وهم في مصر مع فرعون تسع معروف زيادة بعد ذلك معروف. نعم عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: وظللنا عليكم الغمام، قال: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو الذي يأتي الله فيه في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال مجاهد: نعم. وين؟ لا 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 لا، وكان معهم في التيه الغمام، غمام هم محتاجوه في التيه لأنه صحراء، صحراء احتاجوا فيه إلى الظل، لا يوجد شيء يقيهم من الشمس، فظلل عليهم بالغمام. نعم نعم. وقال مجاهد: المن صمغة. وقال عكرمة: المن شيء أنزله الله عليهم مثل الطل شبه الرب الغليظ. شبه الرب الغليظ. وقال السدي: قالوا يا موسى كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن. تعرفون الرب؟ الشو ها؟ لا، هو أصله تمر يخلط معه أشياء ويوضع في السمن ليحلو. نعم. قالوا يا موسى كيف لنا بما ها هنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن فكان يسقط على الشجرة الزنجبيل. على شجرة الزنجبيل. فكان يسقط على شجرة الزنجبيل. وقال قتادة: كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل،
يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم يعني يأخذ للجمعة والسبت، لأن السبت لا يأخذنا فيه شيء لأنه ممنوع. نعم. لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه: وسئل عن المن فقال: خبز الرقاق مثل الذرة أو مثل النقي. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد. النقي القمح النظيف المنقى، وكونه عسل ولا ذرة ولا كذا، هذه أفراد من أفراد المن. فالمن الذي امتن الله به عليهم له أفراد كثيرة، كما جاء في الحديث الصحيح: الكمأة من المن، مما يدل على أنه يطلق ويراد به أشياء متعددة. الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، وهذا في الصحيح. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد. محمد بن إسحاق شغل لا شك أن بن جرير لم يدرك محمد بن إسحاق، هاي لم يدركه. نعم. قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي قال: عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل. ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث قال: فرأى الله أنهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا مثمورا، فسناها عليهم غاديات ومرى مزنهم خلايا وحورا، عسلا ناطقا وماء ناطفا عسلا ناطفا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرموم مزمورا فسر في الحاشية. نعم. إيه. إيش قال؟ مثمورة. مثمورة مثل ما في البيت الأول. لا، في الأخير بدل مرمورة مثمورة، وبدل مثمورة في الأول معمورة، فما عندي أصلاً مرمورة في الحاشية في الديوان. ديوانه مطبوع موجود، يعني يرجع إليه. نعم. فالناطف هو السائل، والحليب المرمور الصافي منه. والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن، فمنهم من فسره بالطعام، ومنهم من فسره بالشراب، ومنهم من فسره بالشراب. والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك،
مما ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده. نعم، إنما تتم المنة إذا لم يحتج إلى تعب ولا كد، تكون المنة به أتم. لكن إذا كان الشيء متعوب عليه في مقابل جهد وعمل، لا شك أن المنة لله جل وعلا، لكن يبقى أنهم هم مثل الذي يأتيهم بلا تعب. نعم. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك قول البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عامر بن حريث عن سعيد بن زيد. عندنا ابن عامر بن حريث. نعم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. نعم. قال عن عمرو بن حوشب. لا لا، شهر بن حوشب سيأتي في الرواية اللاحقة. عمرو بن حريث معروف. نعم. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم. ابن عمير أو ابن عمرو، شفت؟ عن عبد الملك بن عمير به. كان عندك عبد الملك عن عمرو بن حريث، واللي عندي أنا عن عبد الملك بن عمير بن حريث. وب عندك حدثنا ايش؟ عن عمرو، عن عبد الملك، عن عمرو بن حريث. عن عمرو بن حريث. نعم. لا، عندنا عن عبد الملك بن عمير، ولذلك كرره فيما بعد فقال عن عبد الملك وهو بن عمير. طب العاشر، ها؟ بالعاشر تقريبا. ها؟ 4400. ذكر الشراح كابن حجر والنووي وغيرهما وغيرهما أن ماء الكمأة، يعني تحقيقا لما ورد في الحديث الصحيح، أنه عولج به بعض العميان فأبصروا، بمعنى أن توضع الحبة من الكمأة في مقلاة فيتجمع الماء في وسطها ثم يعصر أو تعصر، فيوضع في إناء أو في قارورة أو شيء من هذا يقطر به في العين. وذكر حتى أنه يقول: أعرف فلان وفلان من الشيوخ من أهل العلم عالجوا بالكمأة وأبصروا بعد العمى. شو الرقم؟ قال هذا عن عبد الملك عن عمرو بن حريث. عن عبد الملك عن عمرو بن حريث. إيه، أنا صححناه في الأول، لكن وش تقول أنت عن عبد الملك وهو ابن عمير؟ ها؟ ما يمنع أن يكون عبد الملك، ها؟ عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث، ها؟ وش عندك أنت؟ عبد الملك عن عمرو بن حريث. يا عبد الملك بن عمير، تنتهي الإشكال. ها؟
عمير. أيوه عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث. نعم. ينتهي الإشكال. لأنه في الأخير قال عن عبد الملك وهو ابن عمير. ترى ابن حجر ذكر كيفية الاستشفاء بها والتداوي بها، وذكر ما ذكره النووي أنه عرف عن فلان وفلان من الشيوخ أنهم تداووا بها فأبصروا بعد العمى. نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به، وأخرجه الجماعة في كتبهم إلا أبا داود من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به، يعني باللفظ. نعم. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم والنسائي من رواية الحكم. النسائي. نعم. من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عامر بن حريث به. وقال الترمذي حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ابن أبي السفر ومحمود بن غيلان قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو، وإلا من حديث سعيد بن عامر عن لا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث أيها لأن في محمد بن محمد بن عمرو إيه، لكن هذا هنا لا نعرفه إلا من حديث محمد بن محمد بن عمرو، والذي في السند عن محمد بن عمرو بدون محمد الثانية. إيه. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو ولا من حديث سعيد وإلا وش عندك أنت؟ لا عبارة مستقيمة لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو ولا يعني وإلا من حديث يعني ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر عنه، يعني تفرد به محمد بن عمرو وسعيد بن عامر عنه. أغرب ما قرأت في البحوث من زعم أن الحبة السوداء هي العجوة، هي العجوة حبة السوداء اللي يقولون أنها هي الشونيز ويقولون أنها معروف يسمونها حبة البركة، يقول هي العجوة لأن الحبة السوداء تنبت في أقصى المشرق ولا يعرفها أهل الحجاز الشونيز، والعجوة معروفة عندهم وهي حبة سوداء وفيها شفاء وهي مجربة ومعروفة. حبة تمر.
شو؟ لونها أسود. شو؟ لونها أسود. كله زود. كله لا لا. كله زود. لكن هو يقول أن من المستحيل أن يحيل النبي عليه الصلاة والسلام أهل الحجاز أن يعالجوا بشيء من الهند أو من الصين ولا يموت عندهم. ها؟ ما أسمع. أحال على القسط الهندي لما قال فيه سبعة أشفية. نقول هذا من أغرب ما قرأت. ما أنا بقول إنه صحيح. هذا كلامه. نعم. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة فقال. الطريق يذكر ويؤنث، ولذا تقرؤون كثيرا من طريق أخرى يذكر ويؤنث. نعم. فقال حدثنا أحمد بن الحسين ابن أحمد البصري. الحسين والحسن. نعم. قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن. لحظة لحظة. حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا القاسم بن عيسى قال حدثنا طلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي. لا هذا سيأتي. هذا يكنى بأبي محمد. لا لا هذا سيأتي. إذا ذكر الحديث قالوا هذا حديث غريب من هذا الوجه، وطلحة بن عبد الرحمن هذا هو السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. هذا بعد رواية الحديث. تكرار. وذكر السند والحديث ثم قال وهذا حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هو السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. هذا مستقيم. هذا صحيح. تقديمه في السند ما يجي. نعم. عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمي واسطي يكنى بأبي محمد وقيل أبو سليمان المؤدب. يعني يصير تكرار عندكم. أنت عندك الكلام. ها؟ ما أعرف هذا الصحيح. المؤدب إيه؟ هذا كلام كثير. لا كونه في السند ما هو متشابه. نعم. قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الكمأة جدري الأرض. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به، وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به، وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط. لا 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 بيجيك المنقطع. نعم. ورواه النسائي أيضا وابن ماجة من حديث محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر بقصة العجوة عند النسائي وبالقصتين عند ابن ماجة. وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة، فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يذكرون الكمأة، وبعضهم يقول جدري الأرض، فقال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وروي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد قال: حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السم. وقال النسائي في الوليمة أيضا: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. ثم رواه أيضا وابن ماجة من طرق عن الأعمش عن أبي بشر عن شهر عنهما به. وقد رواياه أعني النسائي من حديث جرير، يعني فصل بأيضا بين المعطوف بن ماجة والمعطوف عليه هو ضمير الرفع الفاعل. نعم. ابن كثير يعنى بكثير محدث يعنى بالأسانيد وبين العلل، هذا من صناعته. كما أتوا من المن هذا في البخاري، وما جاء في العجوة أيضا تصبع بسبع تمرات عجوة من تمر العالية، هذا أيضا في الصحيح. قصة جدري الأرض على كل حال ليست في الصحيح. لا وشي الجدري مرض، تعرف الجدري مرض، بثور تخرج في الوجه ثم تنتهي إلى حفر مثل اللي يظهر في الأطفال يسمونه العنكز، لأنه يطلع مثل الحب، هو الشيء اللي داخله ماء، فإذا حك بالأظافر نتج عنه حفر مثل الجدري. فهم يقولون هذه بثر تطلع في الأرض كأنها جدري فسموه جدري الأرض، وهذا ليس بصحيح، لأن الجدري مرض وليس بمحمود ولا ممدوح، والكمأة مما امتن الله به على الناس لأنها من المن. نعم.
وقد رواياه عن النسائية من حديث جرير، وابن ماجة من حديث سعيد بن مسلمة، كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد. زاد النسائي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردويه عن أحمد. زاد النسائي عن أبي سعيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد. إيش بعده؟ لا أنا عندي رواه النسائي. وقد رواياه أيضا من أول. لا شف، كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نظرة عن أبي سعيد. زاد رواه النسائي. زاد النسائي حديث جابر. زاد النسائي حديث جابر ولا حديث جابر؟ حديث جابر. زاد النسائي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان عن عباس الدوري عن لاحق بن صؤاب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن ماجه. مش عندك زريق ولا رزيق؟ ما يمشك. عمار بن زريق. عندنا رزيق. معلقاً عليه عندك؟ نعم، عمار بن زريق. ما في تعليق؟ لا. ولا عندكم تصويب تحت ولا شيء؟ ها؟ وقال ابن مردويه أيضاً. شوف لنا شو اسمه؟ عمار بن رزيق أو زريق؟ ماري. من هو؟ الفصل بأيضا. الفصل بأيضا إيه؟ لأن ضمير الرفع المتصل لا يعطف عليه إلا بفاصل. نعم، والغالب أن الضمير المنفصل رواه هو أو فلان أو فاصل ما، كما قال ابن مالك هذا فاصل. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، لكن الآن مفصول. عمار بن رزيق بتقديم الراء صخر. مضبوط صحيح. أولاد الشيخ ما أثبت الضمير. شو؟ أولاد الشيخ ما أثبت الضمير، وقد روايا عن النسائية. لا لا ده غيره. نعم. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش. شو اسمه أبو الأحوص؟ سلام. سلام بن سليم. وذكر المؤرخون كابن عساكر وغيره عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، سند متصل عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. ولا مستغرب عن هذه ليست الرواية، وإنما عن ذكر القصة، يعني قصة أبي الأحوص. نعم. كان في حديث وين؟ عن 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 الرجل الذي يقتله الدجال، رجل سيأتي بعد قرون تصير رواية، يعني عن قصته. نعم. حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد الخدري قال:
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هال بن عمرو ضعفه شعبة لأنه سمع من بيته صوت، من من يقول أنه صوت الطنبور، ومنهم من يقول أنه قراءة القرآن بالألحان، فضعفه شعبة بسبب ذلك، ولا يدرى هل هذا الصوت منه أو من غيره، وإلا فهو ثقة. والغريب أن ابن حزم ضعفه بهذا الكلام، ضعفه بهذا الكلام، يعني إذا كان صوت طنبور وابن حزم ما يرى فيه بس كيف يضعفه؟ نعم. له الأكثر على أنه صوت طنبور. نعم. عن أبي سعيد الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كماءات، فقال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به، ثم ابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش به، وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى. وقد روي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله ابن إبراهيم قال حدثنا حمدون بن أحمد قال حدثنا حوثرة بن أشرس. صحيح، حوثرة، لأن الشيخ عندنا قال محمد رشيد رضا في طبعته: حدثنا جويرة بن أشرس، ثم معلق تعليق: هذا الاسم غير معروف في رجال الحديث، أقول وصوابه حوثرة. نعم. قال حدثنا، ولو ذكر في السنن، له مروية في السنن. نعم. قال حدثنا حماد البيهقي وغيره. نعم. عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارؤوا في الشجرة التي جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فقال بعضهم: نحسبه الكمأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم. وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية. كيف تكون هي الشجرة المذمومة في القرآن التي شبه بها الكلمة الخبيثة تكون هي الكمأة وليست بشجرة؟ لكن جاء الرد عليهم بحديث الكمأة من المن. نعم. شو؟ إيه؟ بالحجاز؟ والله الأرض ممكنة، وش المانع؟ ها؟ ما يبي، ما في ما يمنع على سيما أرض المدينة أبدا. نعم. وهذا الحديث محفوظ أصله، أكثر ما يجينا الفقع هذا الكمأة من بلاد المغرب، بلاد المغرب يأتي من المغرب والجزائر، لكن تلك الجهات. نعم. محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة، وقد روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئا من هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد روي عن شهر عن ابن عباس كما رواه النسائي أيضا في الوليمة عن أبي بكر، عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون الخراز عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس عن النبي. لحظة، ما في عن شهر عندنا. عن عبد الجليل بن عطية عن عبد الله بن عباس. نعم.
عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب، ويحتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها، وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم، فإن الأسانيد إليه جيدة، وهو لا يتعمد الكذب. وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه. لا شك شهر بن حوشب مضعف عند الجمهور، وثقه بعضهم، من آخر من وثقه أحمد شاكر، ولكن المرجح أنه ضعيف، وضعفه ليس بشديد بل منجبر، خلافا لما قاله صاحب القاموس، قال شهر بن حوشب محدث متروك، ترك شديد ولا يليق بمثل الشهر. نعم. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيهة بالسمان كانوا يأكلون منه. وقال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: السلوى طائر يشبه السماني. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ابن الصباح قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن ابن عباس قال: السلوى هو السماني. شو السماني اللي بضم السين؟ هو ضبط بهذا وهذا. نعم. وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من العصفور أو نحو ذلك. وقال قتادة: السلوى كان من طير إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى سبت. وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما، فقال الله: لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض، فأرسل عليهم ريحا فأذرت عند مساكنهم السلوى، وهو السماني، مثل ميل في ميل قيد رمح في السماء، فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه، مثل هذا المتلقى عن وهب عن بني إسرائيل، لا يصدق ولا يكذب. نعم. وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما هاهنا، أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان يسقط على الشجر الزنجبيل. والسلوى وهو طائر يشبه السماني أكبر منه،
فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل سبط من عين، فقالوا هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام، فقالوا هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما يطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب. فذلك قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وقوله: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم الآية. وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن. قال ابن جرير جريج. قال ابن جريج: وكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد، إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسدا. قال ابن عطية: السلوى طير بإجماع المفسرين، وقد غلط الهذلي في قوله إنه العسل، وأنشد في ذلك مستشهدا: وقاسمهما بالله جهدا لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها. قال: فظن أن السلوى عسلا. قال القرطبي: فظن أن السلوى عسلا. لا، أن للسلوى عسلا. سم أن للسلوى عسلا، لما يستقيم أن السلوى عسلا، كان السلوى عسل، ما دام عسلا أن للسلوى عسلا. الظن اسم من الظن يا شيخ. نعم، مفعول ظن الثاني. ها؟ لا، هي اصلا مبتدا وخبر. عندنا: فظن ان للسلوى عسلا. فظن السلوى عسلا. الكلام الاول يجعلها السلوى عسلا، انها قال اجمع المفسرون على ذلك الا هو. فظن السلوى عسلا دون ان، ان السلوى عسل يعني، وان قال عسلا لابد ان تكون للسلوى. نعم. قال القرطبي: دعوى الاجماع لا تصح، لان المؤرج احد علماء اللغه والتفسير قال إنه العسل، واستدل ببيت الهذلي هذا، وذكر أنه كذلك في لغة كنانة، لأنه يسلى به، لأنه يسلى به، ومنه عين سلوان. وقال الجوهري: السلوى العسل، واستشهد ببيت الهذلي أيضا. والسلوان أئمة اللغة، أئمة اللغة يستدلون ببيت الهذلي، وابن عطية يضعف القول، يضعف قول الهذلي نفسه. نعم. والسلوانة بالضم خرزة كانوا يقولون إذا صب علي إذا صب عليها ماء المطر ماء المطر ف
فشربها العاشق سلا. قال الشاعر: شربت على سلوانة ماء، شربت على سلوانة ماء مزنة فلا، على سلوانة، شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مي ما أسلو. واسم ذلك الماء السلوان، وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي الحزين فيسلو، والأطباء يسمونه المفرج. قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضا، كما يقال سمانا للمفرد والجمع، ودفلا كذلك. وقال الخليل: واحده سلوى، كما يقال سمانا أو سمانا، سمالي سمانا، سمالي. وش عندكم؟ الألف المندود. الياء؟ لا، ألف مندود. ها؟ ألف مندود. سمانا كما يقال السماني للمفرد والجمع. نعم. ودفلا كذلك. وقال الخليل: واحده دفلا، دفلا دال فاء لام. عندكم؟ ها؟ عندي وويلي كذلك، لكن ويلي ما له وجه، ترى ما له وجه. كذلك وقال الخليل: وقال الخليل: واحده سلواه. وأنشد: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض السلوات من بلل القطر. وقال الكسائي: البيت من شواهد شرح الألفية: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. نعم. ولا وليس في شاهد. ها؟ ها؟ لا، بس ما يصير في شاهد على. نعم. وقال الكسائي: السلوى واحدة وجمعه سلاوى، نقله كله القرطبي رحمه الله. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وعلى سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفار. كما ولا مع؟ كما كانوا. نعم. كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، في ذلك القيض والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول
صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه فدعا الله فيه وأمرهم فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة